بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 129. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم في الأخوة المستمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب أصول المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان أحكام المواريث وبقسميها الفرض والتعصيب، وبين الحجب وما يتعلق بهذه المباحث، انتقل إلى حساب الفرائض، لأن الفرض ولو عرف أحكام المواريث فلا بد أن يعرف كيف يخرج هذه المواريث، وكيف يميز بعضها من بعض، وذلك لا يكون إلا بعلم الحساب. فعلم الحساب علم مفيد جدا للفرضيين ولغيرهم. هذا حساب الفرائض، وهو ينقسم إلى قسمين: تأصيل وتصحيح. التأصيل هو إخراج أصل المسألة، وأصل المسألة هو ما يخرج منه فرضها أو فروضها بلا كسر، ما يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، وهو مبني على مخارج الفروض، مبني على مخارج الفروض التي هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فالفرض ينظر إلى مخارج هذه الفروض، ومخرج كل فرض من سمية إلا النصف فإنه من اثنين. وهذه الفروض لها حالات: إما أن يكون الفرض واحدا وما بقي فأصل المسألة من مخرج ذلك الفرض، وإما أن يكون معه فروض أخرى، وفي هذه الحالة ينظر بين مخارج الفروض بالنسب الأربع المباينة أو المداخلة أو المماثلة أو الموافقة، ثم يستخرج بعد ذلك أصل المسألة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والفروض ستة. نعم: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. نعم، هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، هي هذه الستة: نصف ونصفه وهو الربع، ونصف نصفه وهو الثمن، ثلثان ونصفهما وهو الثلث، ونصف نصفهما وهو السدس. نعم. والأصول سبعة، فنصفان. الأصول المتكونة من هذه الفروض سبعة، لأن المسألة إما أن يكون فيها فرض واحد، وإما أن يكون فيها عدة فروض،
فإذا كان فيها فرض واحد كالنصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس فأصلها من مخرج ذلك الفارض، إلا النصف فمخرجه من اثنين. فإذا نظرت إلى هذه الفروض اجتماعا وانفرادا تحصل لك سبعة أصول، سبعة أصول. نعم، قالوا الأصول سبعة. نعم، فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين، فنصفان إذا كان في المسألة نصفان كزوج وأخت شقيقة فأصلها من مخرج النصف وهو اثنان، والنصف الثاني مماثل له فيكتفى بمخرج فرض واحد، فيقال المسألة من اثنين، للزوجة النصف واحد وللأخت الشقيقة النصف واحد، هذا أصل اثنين. نعم، أو نصف وما بقي من اثنين، أو نصف وما بقي، كما لو كان في المسألة زوج وأخ شقيق مثلا، فهذه المسألة فيها فرض واحد والباقي تعصيب للأخ، تقول المسألة من اثنين، للزوجة النصف واحد والباقي للأخ الشقيق تعصيبا. نعم، يعني قوله وما بقي من اثنين أي تعصيبا لا فرضا. أي نعم. وثلثان أو وثلثان، الثلثان وما بقي، مثل أختان، مثل أختان شقيقتان وأخ لأب، فالمسألة من ثلاثة، للأختين الشقيقتين الثلثان اثنان والباقي للأخ لأب تعصيب. نعم. أو ثلث وما بقي، هذا ثلث وما بقي. نعم. أو هما من ثلاثة، أو هما الثلثان والثلث، كما لو توفي عن أختين شقيقتين وأختين لأم، فالمسألة من ثلاثة لأن فيها ثلثان وثلث، ثلثان للشقيقتين وثلث للأختين لأم، والمخارج متماثلة، الثلثان من ثلاثة والثلث من ثلاثة، فهي متماثلة فيكتفى بواحد، فيقال المسألة من ثلاثة، الأختين الشقيقتين الثلثان اثنان لكل واحدة واحد، وللأختين لأم الثلث واحد، وهما ثنتان مباين، فتضرب اثنين في ثلاثة ستة، شقيقة من أصلها للشقيقتين، للشقيقتين من أصلها اثنان في اثنين بأربعة لكل واحدة اثنان، وللأختين لأم من أصلها واحد في اثنين باثنين لكل واحدة واحد. نعم. وربع أو ثمن وما بقي، ربع وما بقي، مثاله زوجة، مثاله زوجة وأخ شقيق، من مخرج الربع أربعة، للزوجة الربع واحد والباقي للأخ الشقيق. نعم. أو ثمن وما بقي، أو ثمن وما بقي، كزوجة وابن من ثمانية، مخرج الثمن، للزوجة الثمن واحد والباقي للابن. نعم. أو مع النصف من أربعة، أو مع النصف، كزوجة، أو مع النصف، الربع مع النصف، كزوج وأخت شقيقة، زوج وأخت شقيقة. نعم، ربع وما بقي، أو مع النصف من أربعة، الربع مع النصف. نعم، كزوجة وبنت، كزوج وبنت وأخ شقيق، فالمسألة فيها فرضان، الزوج له الربع والبنت لها النصف والباقي للأخ الشقيق، تقول المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد، وللبنت النصف اثنان، ويبقى واحد للأخ الشقيق. نعم. ومن ثمانية، نعم، الثمن من ثمانية، يعني قال أو مع النصف من أربعة ومن ثمانية، من ثمانية. نعم نعم، فهذه أربعة عندك و ايوه قال الوا زائده. نعم، يقول وربع او ثمن وما بقي او مع النصف من أربعة او من ثمانية، او من ثمانية، عندنا ومن ثمانية. نعم، فهذه أربعة لا تعول، هذه الأربعة التي هي أصل اثنين، أصل ثلاثة، أصل أربعة، أصل ثمانية، لا تعول، لا يدخلها العول، والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصبة، لأن العول معناه التزاحم في الفروض، وهذه
الأربعة الأصول لا يتصور فيها التزاحم في الفروض فلا يدخلها العول. نعم. قال والنصف مع الثلثين. أما الثلاثة الباقية وهي أصل ستة وأصل 12 وأصل 24 فهذه يدخلها العول، بمعنى أنها إذا تزاحمت فيها الفروض فإنها تعول، بمعنى تزيد عن أصلها، فالعول زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. ونقص في الأنصبة. نعم. قال والنصف مع الثلثين أو نعم. الثلث أو السدس. نعم. أو هو وما بقي من ستة. نعم، جيب لنا أول صورة. نعم. والنصف مع الثلثين. النصف مع الثلثين كزوج وأختين شقيقتين. نعم. من ستة، للزوج النصف ثلاثة والأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، ثلاثة وأربعة سبعة. سبعة عالت إلى سبعة. نعم. أو الثلث. أو نعم. والنصف مع الثلثين أو الثلث. أو النصف مع الثلث. نعم. من ستة، النصف مع الثلث كزوج وأخوان لأم، كزوج وأخوان لأم وما بقي. فتقول مثلا المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأخوة لأم الثلث اثنان والباقي للعاصب. نعم. أو السدس. نعم. أو هو وما بقي من ستة. نعم، السدس هو وما بقي من ستة، مثاله جدة وأخ شقيق، للجدة السدس واحد والباقي للأخ الشقيق. نعم. وتعول إلى عشرة شفعا ووترا. تعول أي يعول أصل ستة إلى عشرة، بمعنى أنها تزدحم فيه الفروض، فيعول إلى سبعة مثل زوج وأختين شقيقتين. من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأختين الشقيقتين ثلثان أربعة، هذه سبعة. ويعول إلى ثمانية مثل زوج وأم وأخت شقيقة، للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان، هذه خمسة. والأخت الشقيقة لها النصف ثلاثة، هذه ثمانية. نعم. وتعول إلى تسعة كزوج وأختين لغير أم وأختين لأم، فالمسألة من ستة وتعول إلى تسعة، للزوج النصف ثلاثة وللأختين الثلث، الأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، هذه سبعة. وللأختين لأم الثلث اثنان، هذه تسعة. نعم. وإلى عشرة. ويعول إلى عشرة كزوج وأم وأخوين لأم وأختين شقيقتين، أصلها من ستة، للزوج النصف ثلاثة. نعم. وللأم السدس واحد، هذه أربعة. نعم. الأخوين لأم الثلث اثنان، هذه ستة. وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، هذه عشرة. فعالت إلى عشرة، وهذا هو أكثر الأصول عولا. قال رحمه الله والربع مع الثلثين. هذا أصل الاثنى عشر، الربع مع الثلثين، مثل زوج وابنتين شقيقتين، وزوج وابنتين شقيقتين وأخ شقيق، للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية، والباقي للأخ الشقيق. ثلاثة وثمانية 11، يبقى واحد للشقيق، لأننا نظرنا بين مخرج الربع ومخرج الثلثين، مخرج الربع من أربعة ومخرج الثلثين من ثلاثة، بينهما تباين، فنضرب ثلاثة في أربعة تكون 12، وهو أصلها ناتج من النظر بين مخرج الربع والثلث بالتباين، فصارت من 12. نعم. أو الثلث، يعني الربع والثلث. الربع والثلث كذلك، كزوجة وأخوين لأم، زوجة وأخوين لأم، الزوجة لها الربع ثلاثة والأخوين لأم لهم الثلث، فبين الثلث والربع مباينة، تضرب ثلاثة في أربعة تصير 12،
نعم. أو السدس نعم، الربع مع السدس يعني. نعم. كزوجة وجدة من 12 أيضا نظرا لمخرج الثلث مع السدس، مخرج الربع من 4 ومخرج السدس من 6. نعم. وبينهما توافق بالثلث. توافق بالثلث، فنأخذ 2 وفق الربع، 2 وفق مخرج الربع. نعم. في 6 ب12، أو تأخذ 3 نصف مخرج الستة فتضربه في مخرج الربع 4 تكون من 12. نعم. قال من 12. نعم. وتعول إلى 17 وترا. نعم، أصل 12 يعول 3 مرات، يعول 3 مرات وترا، فيعول إلى 13، ويعول إلى 15، ويعول إلى 17، كلها أوتار. فمثلا يعول إلى 13 مثل زوج وبنتين وأم، من 12 للزوج الربع 3 وللبنتين الثلثان 8، هذه 11. نعم. وللأم السدس 2، هذه 13. ويعول إلى 15، ومثاله زوج وبنتين وأبوين، للزوج الربع 3، وللبنتين الثلثان 8، هذه 11، وللأبوين لكل واحد السدس 2 و2 4 مع 11، مع 11 هذه 15. ويعول إلى 17، مثاله زوجة وجدة وأختين لأم وأختين شقيقتين، أصلها من 12، للزوجة الربع 3 وللجدة السدس 2، هذه 5. نعم. وللأختين لأم الثلث 2، هذه 7، وللأختين الشقيقتين الثلثان 8 مع 7، 15. نعم، 15. الزوجة لها الربع 3. نعم. وللجدة السدس 2، هذه 5. نعم. الأختين لأم الثلث 4، 9. الأختين الشقيقتين لهما الثلثان 8 مع 9، 17. نعم، أحسن الله إليكم. والثمن مع سدس، الثمن مع السدس من 24، لأن الثمن مخرجه من 8 والسدس مخرجه من 6. من 6. وإذا نظرت بين 8 والستة وجدت بينهما التوافق، فتأخذ وفق واحد وتضرب في كامل الآخر. نعم، 4 في 6 24، أو 3 في 8 24، وهو أصلها، لكنها تعول مرة واحدة، ولهذا تسمى بالبخيلة، تعول إلى 27 فقط. 24. إلى 27. نعم. 24 أصل 24 يعول مرة واحدة إلى 27 مرة واحدة فقط. نعم. فمثاله زوجة وأبوين وبنتين، أصلها من 24، للأبوين السدسان 8، السدسان 8 مع 3 11، وللبنتين الثلثان 16 مع 11 كم؟ 27. نعم، 27. نعم. قال والثمن مع سدس أو ثلثين، الثمن مع السدس هذا عرفنا هو ما تقدم من 24. نعم. أو ثلثين، أو الثمن مع ثلثين مثل زوجة وبنتين. نعم، من 24 وتعود إلى 27. أي نعم. مثال الثمن مع ثلثين، زوجة وابنتين وأخ شقيق مثلا، يعني الثمن مع ثلثين وما بقي. نعم. من 24، يعني هذه ما فيها عول. جميل. أي نعم. وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره غير الزوجين. هذا باب الرد، يسمونه باب الرد. والرد نقص في الأنصبة وزيادة في السهام، عكس العول. فإذا بقي بعد أصحاب الفروض بقية من الميراث وليس هناك عاصب يأخذه، فإنه يرد على أصحاب الفروض بقدر فروضهم، وذلك لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض
فأصحاب الرد لهم حالات. الحالة الأولى إذا لم يكن معهم أحد الزوجين، إذا لم يكن معهم أحد الزوجين أحد، إذا كان صاحب الرد واحدا أخذ المال فرضا ورد، كما لو مات عن بنت مثلا، لو مات عن بنت أو عن بنتين وليس له غير البنات، فإذا مات عن بنت فلها المال فرضا ورد، إذا مات عن بنتين فلهما أيضا المال فرضا وردا على عدد رؤوسهن للسوية. أما إذا مات عن أصحاب فروض، عن أصحاب فروض فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى لم يكن معهم أحد الزوجين، لم يكن معهم أحد الزوجين، فمسألتهم تكون من عدد سهامهم مأخوذة من أصل ستة. مثاله جدة وأخ لأم، جدة وأخ لأم، نقول سهم الجدة السدس من أصل ستة واحد، والأخ لأم السدس من أصل ستة واحد، واحد وواحد اثنان، فالمال بينهما أنصاف فرضا ورد. هذا إذا لم يكن معهم أحد الزوجين، فأصل مسألتهم من عدد فروضهم مأخوذة من أصل ستة. نعم. الحالة الثانية إذا كان معهم أحد الزوجين فإنه يأخذ فرضه من أصل مسألته، من أصل مسألته، وما بقي فإنه يقسم على مسألة الرد. وله حالتان: أن ينقسم على مسألة الرد، مثاله زوجة وأم وأخوين لأم، تقول المسألة من أربعة، مخرج فرض الزوجة له الربع واحد، ومسألة أهل الرد أم وأخوين لأم، أم لها السدس من أصل ستة واحد، والأخوين لأم الثلث من أصل ستة اثنان، مجموع سهامهم واحد واثنين ثلاثة، والباقي بعد مسألة الزوجية ثلاثة، فينقسم عليهم فتصح مسألة الرد مما صحت منه مسألة الزوجية. الحالة الثانية لا ينقسم ما بقي بعد فرض الموجود من الزوجين على مسألة الرد، ففي هذه الحالة تجعل مسألة للزوجية، مسألة للزوجية ومسألة للرد. فمثلا مسألة الزوجية زوج وجدة وأخ لأم، تقول مسألة الزوجية من اثنين، مسألة الزوجية من اثنين، للزوجة النصف واحد يبقى واحد، مسألة الرد من اثنين، لأن مسألة الرد من اثنين لأن الجدة لها السدس واحد من أصل ستة واحد، نعم، والأخ اليوم له السدس واحد من أصل ستة واحد، نعم، المجموع اثنين، فمسألة الرد من اثنين والباقي بعد مسألة الزوجية واحد لا ينقسم، فتضرب مسألة الزوجية اثنين في تضرب مسألة الرد اثنين في مسألة الزوجية اثنين، تكون من أربعة وهي الجامعة. من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد، فللرد من مسألة الزوجية واحد في فللزوج من مسألة الزوجية واحد في مسألة الرد اثنين باثنين، وللأخ لأم من مسألة الرد واحد مضروبا في واحد واحد في الباقي بعد مسألة الزوجية، نعم، واحد بواحد، وللجدة واحد من مسألة الرد مضروبا في الباقي من مسألة الزوجية واحد بواحد، واحد وواحد واثنين أربعة، نعم، انتهت. نعم، أحسن الله إليكم. الحقيقة هذا التفصيل الجميل ينبئنا عن أن ما يظهر لبعض الجهلاء من أن قسمة المواريث
أن المرأة تأخذ أقل من الرجل، أن هذا جزء من المواريث، وأنه أحيانا قد تأخذ المرأة في صور كثيرة أكثر من الرجل. هذا أولا. ثانيا نحتاج منكم جزاك الله خير إلى هذا البيان، أنه من جعل يتبجح بأن المرأة تأخذ أقل دليل أنه جاهل جدا مسألة المواريث، وثانيا أنه غير مسلم بما قضى الله ورسوله. الآن يتكلمون عن ظلم المرأة في الإسلام أنها تأخذ ثمن المواريث، مع أنه يعني الوقت أزف على الانتهاء، لكن نبدأ بهذا ونبدأ إن شاء الله في حلقة قادمة، لكن إشارة عند هذا التفصيل الجميل، ثم نبدأ إن شاء الله قادمة بهذا. فهل لكم تعليق على هذه النقطة؟ نعم، المواريث تولى الله قسمتها، لم يكل قسمتها إلى أحد، فلا اعتراض على حكم الله، وهو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وهو العالم بما يصلح عباده. فلما كان الرجل يتحمل أعباء مالية كثيرة، فهو المنفق على أهل البيت، وهو الذي يتحمل المسؤوليات، والمرأة ينفق عليها، فإن الله سبحانه وتعالى أعطى الرجل نصف ما يعطي، ضعف ما يعطي المرأة، نظرا لمسؤولياته المالية، والمرأة معفاة ينفق عليها. وكانوا في الجاهلية لا يورثون المرأة أصلا، ويقول إنما الميراث لمن حمل السلاح وركب الخيل وحمى الذمار، فلا يورثون المرأة ولا يورثون الطفل الصغير. فلما جاء الإسلام أنصف وجعل للصغار والكبار ميراثا، وجعل للإناث والذكور ميراثا، للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فالله أعطى الرجل لأنه يتحمل مسؤوليات، تحمل مسؤولية الإنفاق، يتحمل مسؤولية الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس، يتحمل طلب الرزق والكسب، والمرأة معفاة من هذا كله، ينفق عليها إما وليها إذا لم تكن مزوجة، وإما زوجها إذا كانت متزوجة. ولكن الله جل وعلا لم يحرمها، أعطاها من ميراث قريبها. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فإذا كان الرجل والمرأة في درجة واحدة، فإن الرجل إما أن يأخذ ضعفيها، وإما أن تساويه، وأما أن تزيد عليه فهذا لم يعهد في الشرع أن المرأة تزيد على الرجل وهما في درجة واحدة. أما إذا كانت الدرجة مختلفة فقد تزيد المرأة على الرجل. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أخوتنا المستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.